تسلمت المنطقة الإشرافية الصحية بمنطقة الغاب مخبرا للتحاليل الطبية وجهازا كيميائيا وجهاز إيكو سداسي المسارات وجهاز تخطيط قلب، وتم وضعهم بالخدمة مباشرة. وتقدم هذه الأجهزة خدمات إضافية لأبناء المنطقة مما يوفر عليهم الجهد والمال والوقت. قامت مديرية صحة حلب بتقديم مجموعة من الأجهزة الطبية إلى منطقة صقيلبيه الصحي، وهي جهاز إيكو، جهاز تخطيط قلب كهربائي صادم حاقن آلي مع أجهزة مخبر حديث، وهي سبيكترو، جهاز سبيكترو، مجهر مسفلي، جهاز تعداد آلي، ووضعت جميعها في الخدمة. هذه الأجهزة تم تقديمها للمنطقة الصحية لعدم وجود أي جهاز في المنطقة لتقديم هذه الخدمة، وفرت العبء المادي الكبير على الأخوة المواطنين. هذا الجهاز اسمه جهاز سبيكترو، يقوم بعمل تحاليل المخبري الكيماوي حصرا، سكر، شحوم، كوليسترول، حمض بول، بولي، كرياتين. جهاز التعداد الآلي كثير بيعطي نتائج دقيقة، بالإضافة نتائج سريعة وكمية كبيرة للمرضى. قد ما إجانا مرضى نحن عم نقدر نخدمه. هذا جهاز إيكو كتير حديث، فالمنطقة عنا بحاجة لهيك جهاز. الجهاز طبعا له 3 مساره، مسرة لإيكو البطن والأحشاء، ومسرة للقلب وفحص مشاكله، ومسرة لتقديم الخدمات النسائية. طبعا الخدمة مجانية. جبت ابني في معه حبة لشمانيا، والحمد لله المخبر مجاني وخدمنا. مشكورين الشباب، ما قصروا معنا، خدمة مجانية وسريعة، والشباب كتير كويسين ومتعاونين. يذكر أن المنطقة الإشرافية بالغاب يتبع لها 27 مركزا ضمن الخدمة، وتخدم أكثر من 200,000 نسمة بالخدمات الطبية المجانية. للأخبارية السورية علي شحود، حماه.